طب مروة بتقول دور البلازما في علاج مشاكل الشعر، يعني لو في تساقط شديد في الشعر هل ممكن تساعدني البلازما؟ البلازما احنا عندنا هي تعتبر ما اسمهاش البلازما قوي علميا، هي اسمها البلازما الغنية الصفائح. وممكن تشرحيها سريعا للناس؟ ببساطة هي احنا مش بناخد البلازما من الدم، لا احنا بناخد الدم كامل يحتوي على كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح. بنبتدي نفصلها بطرق معقدة شوية، وبتساعدنا فيها الكيتس اللي هي موجودة بنشتريها احنا كدكاترة، بنبقى عايزين نطلع اكبر كمية من الصفائح وكرات الدم البيضاء علشان هي دي اللي بتدخل جوه الجلد تعمل لنا التأثير اللي احنا طالبينه. اوكي. بتحفز الخلايا وبتجدد الخلايا وبتحفز الكولاجين ان هو يبتدي يتصنع تاني جوه جلدنا. اوكي. لان الكولاجين مادة تقيلة شوية، لازم احنا اللي نصنعها جوه الجلد، يعني أوكي. صعب قوي ان انا ادخل كولاجين من بره جوه جلدي. اوكي. عشان كده كل المنتجات اللي هي فيها كولاجين بيتحط دي ما بتحسنش كما هو بيتقال يعني. اوكي. فالبلازما دي بناخدها نفصلها تطلع لنا جزء من البلازما، ولكن فيها كمية صفائح كبيرة وكمية كرات دم بيضاء كبيرة، وفعلا ممكن تساعد في تساقط الشعر، في تساقط الشعر، في إعطاء النضارة للوش. مع طبعا لازم نصلح الحالة العامة للجسم الداخلية. يبقى لازم ناخد مالتي فيتامينز، ولازم ناخد اللي عنده أنيميا هيلاقي أول عرض ل مشاكل الشعر في الانيميا ان الشعر يبتدي يهيش. يهيش. اوكي. فاي سيده او بنت او حتى راجل ابتدى شعره يحس ان هو بعد الحمام وبيسرحه يبتدي يهيش، يستحسن يروح يعمل تحليل صوره دم، واللي اهم منها كمان تحليل الحديد المخزون او اللي هو السيرم فيريتين. لو السيرم فيريتين ده ابتدى ينزل عن 70 و100 هيبتدي الشعر يتساقط بشكل عنيف. طيب في جيجي بتقول بتسأل ممكن تعالج جرح قديم كان نتيجة عملية وسايب أثر، تعالجه إزاي؟ هي أنواع الجروح بتختلف، أو في نوعين من أنواع الجروح اللي احنا بنلجأ للعلاج فيها. الجرح اللي هو فيه أنسجة ضمة كتير قوي، أو هو بيكون فايبرين أو كولاجين، مش كولاجين بقى، بدل ما يصنع كولاجين عشان يعالج ساعتها بيصنع مادة تانية اسمها فايبرين. الفايبرين دي أنسجة شديدة قوي 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 وناشفة جدا، وبتعمل بروز أو بتعمل ارتفاع في الجلد، وأحيانا بتؤلم المريض بشكل كبير قوي. أوكي. زي الناس اللي هي ممكن يبقوا عاملين أكتر، بنشوفهم الناس اللي بتعمل عمليات قلب مفتوح. أو بعض المناطق اللي هي في بعض البلاد اللي حوالينا زي السودان مثلا، حضرتك تلاحظي ان هم الودن بتاعتهم مثلا الخرم بتاع الحلق بيعمل انسجه كبيره قوي. والمشكله دي برضو ابتدت تظهر لنا كتير مع البنات اللي هي بتعمل بيرسينج كتير، سواء كان في الانف او في الودان، فبينتج انسجه كبيره قوي ضمه ومؤلمه. دي بنضطر ان احنا نبتدي نحقنها بحقن كورتيزون وحقن علشان نصلح او نهدي شويه التفاعل الشديد قوي للجرح ده. النوع الثاني من الجروح اللي هي الجروح اللي بتعمل اتروفي او بتعمل ضمور في الجلد. زي علامات حب الشباب اللي هي بتبقى غائره في الوش، او بتبقى مكان عمليات السيزيريان سكشن فعلا، او اي علامات للعمليات زي مثلا جراحات الزايده او الكلام ده. فلو الجرح ده فيه ضمور بنضطر ندخل بنسلك الجرح ده بطرق شوية مش جراحية طبعا، أقل من الجراحية، وبتتعمل في العيادات عادي، وبعدها ممكن نبتدي نحقن تحت الجرح ده مثلا بلازما أو اللي هي بلازما غنية الصفائح. والجرح بيروح بنسبة 100%؟ بيروح مش بنسبة 100%، ولكن بيتحسن كتير جدا، ويبقى شكله مقارب جدا جدا للجلد اللي حواليه.